بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميعادنا النهاردة مع الدرس 37 من دروس الـ PHP. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض موضوع الدوال الجاهزة. هنتكلم النهاردة عن دالة، الدالة دي اسمها Empty. إيه فايدة الدالة ديت؟ هناخد مثال عشان نفهم الدالة ديت. هعرف متغير، المتغير ده X، وأقول له إن الـ X بي إيكوال 0، واروح اعمل عملية ايكو، عملية طباعة لـ empty of x، empty المتغير x، واروح اعمل run للبرنامج بتاعي، طبع لي 1. يعني ايه الكلام ده؟ انا كل عملته عرفت متغير اسمه x واسندت للقيمة 0، وبعد كده رحت طبعت empty of x. الدالة ديت بترجع لي 1، ترجع 1 لو كان المتغير اللي انا عايز اجيب الامبتي بتاعته في قيمه 0. يعني لو كانت الاكس بزيرو، الامبتي بتاعت الاكس هتكون كام؟ هتكون 1. طب لو كانت الاكس 2 دبل كوتيشن، قيمه فاضيه مفيش اي حاجه خالص، برضه هتطلع 1. طب لو انا حطيت اي قيمه وليكن مثلا الاكس بشريف، هيبقى الامبتي بكام؟ لا شيء، مش هيطبع اي حاجة. طيب لو قلت مثلا الاكس بخمسة، اهي دي قيمة، مش هيطبع برضو اي حاجة. يعني ايه الكلام ده؟ الامبتي هترجع لي 1 في الحالة الاولى اللي هي المتغير يكون بيكوال 0، او في الحالة التانية ان المتغير بيكون بيكوال قيمة فارغة. لكن لو بيكوال قيمة معينة مش هيرجع اي حاجة خالص. لو كانت حتى القيمة دي سترينج او قيمة انتجر مش هيرجع اي حاجة، زي مثلا المثال بتاعنا اكس بي ايكوال 5، الامبتي بتاعتها بلا شيء. ده بالنسبة للدالة اللي اسمها امبتي. ممكن حد يسألني، طب انا هستخدم الدالة دي في ايه؟ ممكن مثلا وانت بتقرا كود كبير للبي اتش بي لقيت الدالة اللي اسمها امبتي، على الاقل تكون عارف استخدامها ايه. طيب عايزين ناخد دالة، الدالة دي اسمها از سيت، ودالة تانية اسمها ان سيت. يبقى عندي دالتين، دالة اسمها اي سيت وعندي دالة اسمها ان سيت. تعال الاول ندرس الدالة اللي اسمها از سيت. الدالة دي فايدتها ايه؟ زي ما اتعودنا مع بعض ناخد مثال عشان نفهم الدالة اكتر قبل ما نشرحها. هقول له مثلا الاكس هنا بخمسة، تمام، واقول له روح اطبع ايكو از سيت لايه؟ للمتغير اللي اسمه اكس. هروح اعمل برنت بريفيو، طلع لي 1. طب ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ ان ايه السيت ديت هي داله اقدر اعرف منها اذا كان المتغير تم انشاؤه من قبل ولا لا. طب لو تم انشاؤه هيرجع لي 1. طب لو ما تمش انشاؤه، ما كانش اصلا موجود اصلا معايا في البرنامج بتاعي، هيرجع لا شيء، هيرجع يعني مش هيجيب لي حتى زيرو، تمام. طيب انا عندي هنا الاكس بكام؟ بخمسة. يبقى الاي ست الاكس هتكون بكام؟ اكيد بواحد، علشان انا عندي قيمة اللي هي كام؟ خمسة. طب تعالى نعمل كده كومنت على الاكس بيكوال 5 ديت، يبقى انا اصبح ما عنديش اي متغير اسمه اكس. فبقول له روح دور لي اي ست على متغير اسمه اكس، المفترض هنا يطلع لا شيء. فعلا طلع لا شيء. لكن لو انا كان عندي متغير اسمه اكس واسندت ليه اي قيمه، هكتب مثلا هنا شريف، يبقى ايه الست بتاعتها بكام؟ بواحد. ده بالنسبه لايه؟ للداله اللي اسمها از ست. طب عندي داله تانيه زي ما اتفقنا اسمها ان ست. ان ست ايه فايدة الدالة ديت؟ أكيد هتكون عكس الدالة اللي اسمها إيه ست. دي بتحذف المتغير، بتحذف المتغير، أو بمعنى أصح بتعمل له عملية تحرير من الذاكرة، من الميموري بتاعت الجهاز. فلو أنا عندي متغير، المتغير ده اسمه إكس وأسندت ليه القيمة خمسة، وجيت بعد كده قلت له أن ست اعمل لي عملية تحرير من الذاكرة للمتغير اللي اسمه إكس، شيل المتغير اللي اسمه اكس ده من الذاكره، امسحهولي خالص، وبعد كده روح اطبع ايه؟
قيمة المتغير اكس. هو الاكس بكام؟ بخمسة. لو انا ما عنديش انست ديت المفروض يطبع لي خمسة، لكن هنا طبعا مش هيلاقي حاجة يطبعها، لان انا عملت هنا عملية تحرير المتغير اكس من الذاكرة. طب لو جيت هنا بعد كده عرفت نفس المتغير اهو، بعد ما لما عملت له انست واسندت مثلا للقيمة 20، يا ترى هيطبع ايه؟ تعال نبص مع بعض. من الاول قلت له ان الاكس بتيكوال 5، بعد كده روح امسح لي الاكس من الذاكره، بعد كده عملت متغير تاني اسمه اكس برضو، ليه اسندت له قيمه كام؟ 20، المفروض يروح يطبع هنا 20. فعلا راح طبع 20. ده بالنسبه بالنسبه للايز ست، وبالنسبه للان ست، وبالنسبه للداله امبتي. ممكن زي ما اتفقنا ممكن حد يسالني طب انا هستفيد ايه من الدوال ديت؟ الدوال دي يا جماعه احنا شغالين في الاكواد الكبيره، بكتب مثلا صفحه فيها حوالي بتاع 100 سطر كود بيكون فيها الداله ديت، او انا حتى لو بطلع على بعض الاكواد اللي كاتبها غيري فبلاقي داله اسمها ان ست وداله اسمها امبتي وهكذا وايز ست، فانا على الاقل ابقى فاهم الداله دي فايدتها ايه وبستخدمها في ايه. طبعا ده بس مجرد شرح بسيط للدوال ديت، ان شاء الله في الدروس القادمه ان شاء الله هنحاول نستخدم الدوال ديت بشيء من التعقيد يعني. وبكده يكون انتهى درسنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.